زميلتنا هلا عيساني التقت بالفنان حسان كشاش اللي تكلم لها على بعض الانتقادات اللي ولات توصل الفنانين والاعمال، وقال هو يعني كان مينيموم دو ريسبي اللي لازم يكون للاكزاكتومون الناس اللي تعبت واحتراما للعمل بحد ذاته. يلا نسمعوا واش قال. مثل مبدا اي عمل ينجز، باش نكونوا ناخذوها من الاخر، اي عمل ينجز يستحق الاحترام، لانه موراه كاين جهد، كاين عمل، كاين طاقه، كاين اموال صرفت، وكاين ناس سهرت وتعبت عليه. اذا كي نقولوا لا مويان، يعني من حيث كانتاجات يجب ان نحترم كل الاعمال من حيث المبدا. الان فيما بعد ما قدرش انا نشوف الكل، ولكن نقدر نقول انه تميزت الاعمال، كان فيها اللي يعني قدم شيء جديد، كان فيها اللي من حيث الشكل، كاين اللي اشتغل على المضمون، كاين اللي اشتغل الممثلين ايضا، كان في طاقات، شفنا اكتشفنا مواهب جديده. اعتقد كل سنه تحمل جديدها، ومؤمن بحاجه اخرى انه احنا لدينا من الطاقات ان ننتج دراما اللي قادره تنافس. يجب ان نشتغل على السيناريو، يجب ان نشتغل نحضر لاعمالنا قبل الفتره الاخيره لرمضان، ونتمنى أنه نشتغل على طول العام ماشي فقط في الموسم، هكذا يكون يعني لو تران اون مارش، كما القطار هو يمشي.